منذ أي وقت يعاني نيكولا من تلك المشاكل؟ منذ ولادته، بمعنى حقيقي منذ ولادته. لقد ذهبت معه إلى طبيب العيون؟ نعم، لا أعرف مكانا لم أذهب إليه معه. وماذا قالوا لكم؟ ها هنا ترون نتاجي. هل كان الديوبتري متساعدا؟ بالطبع. الأمر المأساوي هو أنه لم يكن له ديوبتري ملائم. هل حصلتم على المعلومات؟ ما رأيك بهذه؟ كله. نعم، حصلت. سنرى. يجب إجراء عملية جراحية إذا كان بوسع. أنا عائلة نفسي، فلذا سأرى. ما كانت المشاكل التي كنتم تواجهونها؟ فمثلا المدرسة والمجتمع والمدرس لم يقدر على القراءة، لا يستطيع أن يقرأ وأن يلعب كرة القدم، ولا يريدون أن يلعبوا معه. ماذا أن يعمل هو عندما لا يرى؟ من كان يقرأ معه؟ الأخ، وما يزال يقرأ. وأية نظرات كنت تحمل لهذه الآن مع ديوبتري؟ وما هو الفرق الآن بدون نظرات وكيف كان سابقا؟ الآن أقرأ أحسن وأقود دراجة، لم أستطيع أن أقرأ من قبل. لقد كانت ديوبتري 12 ناقص في العين اليسرى وثامن في العين اليمنى. في 16 من مارس لهذه السنة، في المناسبة الأخيرة، قالوا لنا أنه اخترق عصب العين اليسرى لنيكولا، وأنه لا تتم العملية في أي مكان في العالم، وعلى أنه يعيش الإنسان بذلك. هكذا قالوا لنا، ولكنني لم أصدق بذلك، ولذا جئت لنذكر إن نيكولا طالب جيد جدا للصف السابع، جيد جدا، لم يستطع أن يدرس بنفسه، والأخ كان يقرأ له أحيانا، الأخ وأحيانا أنا، كما كان يدرس بنفسه في بعض الأحيان. عندما جئتم إلى سفاتيفيد، هل جئتم ولكم إيمان؟ ماذا فكرتم؟ تعرفون كيف؟ جئت لأسمع ماذا يقولون لي هنا. لم أؤمن بما قالوا لي هناك، وعندما جئت إلى هنا، الديوبتري ليس مثل ما قالوا لي هناك. كان له ديوبتري مختلف تماما، مختلف تماما. وها هنا مثل ما ترون خلا نيكولا نظرات. فعلا بهذا المستشفى وبالأطباء يوجد الأمل. ماذا لاحظتم أنتم؟ هل لاحظتم التغيرات المعينة منذ العملية لهذه الآن؟ كيف لا؟ أولاً أنا سعيدة وولدي سعيد، كأنه ولد آخر تماماً.